السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الموجة الخاصة ترحب بكم، معكم أستاذة هدى قسم التربية الإسلامية. طلابي طلاب الصف الثالث، دمتم سالمين. درسنا اليوم درس من دروس العقيدة، وهو بعنوان الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هو الإيمان الركن الثاني من أركان الإيمان. هيا بنا نقرأ ونفهم الدرس. فضعوا إصبعكم معي على الكلمة وتابعوني ورددوا خلفي. الإيمان، عنوان الدرس، الإيمان بالملائكة. الجد: الحمد لله الذي جمعنا لتلاوة وتدبر كتاب الله تعالى. الأب: أريد منكم يا أبنائي أن تنصتوا أثناء التلاوة، فنحن في مجلس تتنزل فيه الرحمات وتحفنا فيه الملائكة. الطفلة الصغيرة بتعجب: ملائكة؟ ما معنى ملائكة؟ الأم: الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله تعالى من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أرجو منكم قراءة الدرس مرة أخرى حتى تتقنوا قراءتي. والآن هيا بنا نستمع إلى هذا الفيديو التعليمي. الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. والملائكة عليهم السلام من مخلوقات الله تعالى، ولكن لا نستطيع أن نراها أو نلمسها، لكننا نؤمن بأن الله عز وجل خلقهم من نور واختصهم بصفات خاصة، حيث أنهم لا يأكلون. إذن عرفنا من الفيديو هذا أن الملائكة عباد الله سبحانه وتعالى، يطيعون الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من نور، يطيعون الله، لا يأكلون ولا يشربون. إذن ما هم الملائكة؟ ما تعريف الملائكة؟ من منكم يعرف لي تعريف الملائكة؟ هم عباد مكرمون خلقهم الله تعالى من نور. وعرفنا أيضا أن الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة. وأيضا عرفنا أن حكم الإيمان بهم، حكم الإيمان بهم ماذا؟ واجب. أحسنتم. من هو الملك الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل؟ هو جبريل عليه السلام. أحسنتم. ما هي عدد الملائكة؟ عدد الملائكة، هل أحد يعلم عدد الملائكة؟ لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. والآن نستكمل الفيديو. يتعبون ولا يملون من عبادة ربهم، ولا يفعلون شيئا إلا بعد أن يأذن لهم الله تعالى. والملائكة أصناف كثيرة ولهم وظائف عديدة كلفهم الله بها، ولا يعصونه فيها أبدا. ومن هؤلاء الملائكة جبريل عليه السلام الذي كان ينزل بالوحي على جميع الأنبياء والمرسلين، وهو أفضل الملائكة أجمعين. ومنهم ميكائيل ملك المطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت المكلف بقبض الأرواح، ومالك خازن النار. ومنهم ملائكة الجنة الذين يستقبلون أصحاب الجنة، ومنهم الملائكة التي تحمل العرش، والملائكة التي تكتب أعمال العباد وغير ذلك. والملائكة تحب الذين يطيعون الله تعالى، ولذا فهي تحضر مجالس العلم، وتكثر في المكث في المساجد، وتجلس في البيوت التي يقرأ فيها القرآن الكريم. إذن ما هي أعمال الملائكة كما فهمنا من الفيديو؟ أعمال الملائكة ما هي؟ أولا أنهم يطيعون الله. نعم، هل هناك أحد من الملائكة يعصي الله؟
لا، فجميع الملائكة تطيع الله. وماذا يفعلون أيضا؟ يكتبون أعمال الناس، يكتبون ما نفعل، فإن فعلنا خيرا يكتبه، وإن فعلنا شرا لا يكتبوه أيضا. إذا لابد لنا أن نفعل الخير، لأن الملائكة تكتب كل شيء، يراقبون أعمال الناس، وهم يراقبون أيضا علينا أعمالنا. يعبدون الله ويسبحون الله ويستغفرون الله، فخلقهم الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك. يبشرون الناس أيضا بالخيرات. والآن قد فهمنا من الدرس أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وأننا يجب علينا أن نؤمن بالملائكة لأنهم عباد مكرمون خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وأنهم يعبدون الله ولا يعصونه. وعرفنا وتعرفنا على أعمالهم وعلى صفاتهم وخصائصهم. والآن قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، وإلى وعد منا بلقاء جديد ودرس جديد إن شاء الله. دمتم سالمين.